لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله راكم ان شاء الله ان شاء الله دوام الصحة والعافية موضوع اليوم راح يكون خاص ب مساعد ممرض اللي راح ان شاء الله في جونفي واللي ان شاء الله في جوان رجوي اللي راح يفوتوا ان شاء الله نكونوا وجدنا لهم تجميعه اخرى ويكونوا غزو اكسبيريونس من هذو اللي راح يفوتوا في جونفي اكيد اي واحد راح يفوت امتحان راح يكون خايف راح يكون بيرتيربي ما على بالوش وين يروح ما على بالوش واش يدير واش هما الاسئله اللي مال فطيح ولا واش راح يطيح هذو كامل راح نشوفهم ان شاء الله في القناه في القريب العاجل ما بقاش بزاف فوتو 20 جور بريسك على العام الجديد ان شاء الله الفكره اللي راح نديرها لكم ان شاء الله تنال اعجاب الجميع نتمنى نلقاو التفاعلات في التعليقات واللي خاصو اي حاجه يخليها لنا في التعليق ولا اي اسئله وراح نجاوب عليها كذلك في القريب العاشر الفكره هي راح نجمعكم كامل راح نخليكم لايف ونشوفوا العدد اللي اللي رايحين يفوتوا ليكزام فينال ان شاء الله راح نحكوا باختصار المواضيع اللي راح تفوت على ليكزام فينال في البراتيك ولا اللي فيش تكنيك ولا بعدها راح نحكوا على الاكري ان شاء الله واي واحد راح يتابع معنا راح يوجد وين يكتب الريزيمين نتاعو اكيد كل واحد في القناه عنده الزملاء نتاعو عنده لي كامل تعبانين وحارين ان شاء الله كل واحد فيكم يحاول معنا انه يبارطاجي اليوتيوب يبارطاجينا هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد ممكن كل واحد يدخل يخلينا في التعليقات الوقت اللي راح يناسبه باش نفوتو اللايف نهذو جور الخميس والجمعه والسبت كل واحد فيكم يخلينا في التعليقات اليوم اللي يناسبو راح نشوفو راي الاغلبيه ان شاء الله كبدايه للمراجعه راح نشوفو لي كونستانت لي فيش تكنيك لي خاصه بي لي كونستانت نحكو شويه على فينال اون جينيرال في نهايه الموضوع راح نخليكم بوات ايميل لي حابين يبعثوا ولا يرسلونا لي فيش تكنيك لي جاهم صعب ولا حابين يديروا لهم ريزومي يخلونا في البوات ايميل كذلك راح نحاول نخدمكم قناه على التليجرام اللي راح نجبنو فيها كامل لي باراميديكو اللي رايحين في جونفي ان شاء الله نتمنى الفكره تعجبكم وان شاء الله كامل تخدموا في جونفي هذا ونكونوا سبب من اسباب نجاح تاعكم وان شاء الله باراميديكال دي زاتوب راح تكون دائما متجدده بكم أنتم حتى الناس اللي فوتت من قبل هذه ليكزاما بور لي زاتياس نتمنى انهم يشاركوا معنا في التعليقات ويخلونا الاكسبيريونس نتاعهم خلونا العناوين اللي يركزوا عليها اكثر واكثر في الامتحان كاين البعض اللي راح يشوفها حاجه سهله حاجه سامبل مي اذا كانتو ما خليتو التعليقات وخليتو الدروس وخليتو التجارب نتاعكم كاين الناس اللي راح تحتاج هذه الارشادات وكاين الناس اللي راح تستنى فينا باه نعاونوه اذا خلونا نديرو اليد في اليد ونتعاونو كامل على خدمه المريض إذا راكم تشوفوا راح تشوفوا قناة وراح تشوفوا دروس وراح تشوفوا مواضيع وملخصات كامل الهدف نتاعها في الأخير هو خدمة المريض سواء مريض في المصالح الاستشفائية في الوبيتال ولا مريض أدوميسيل في المنازل نتاعنا إن شاء الله نقدر نوصل لكم الفكرة وإن شاء الله تقدروا تستفادوا كامل نشكروا كامل اللي معنا في القناة على الدعم المتواصل في النهاية على بالي كاين الناس اللي راح تعلق تقول اسكو كاين شبه تبي هذا العام ولا مكانش كانش وكاي الناس اللي راه مازالوا يسألو على الاحتياط ما نسيتكمش ديكال ان شاء الله راح تكون وعشرين من جون في هي راح تكون باينه اليوم وقتها راح يفوتوا ليكزام راح نخليكم الرابط ان شاء الله تاع الموقع واي جديد ان شاء الله راح يكون في القناه بالنسبه للاحتياط كما ذكرت لكم قبل الناس كامل اغلبهم عيطوا للتلاميذ الطلبة عن طريق الهاتف كاين حتى اللي معلقوش القوائم الاحتياطية كما قلت لكم قبل مش لازم تكون قائمة احتياطية لخاطر كاين معاهد اللي خرج منهم حتى واحد وما كامل كامل دخلوا يقرأوا كما فهمت كما قبل القائمة الاحتياطية إنسان ما دخلش يقرأ إنسان مرض إنسان هذاك الطالب هذاك راح يحوضوه واحد من لاليست اللي راهم يستنوا اذا كان ما كانش واحد غيب واحد مريض والله كامل التحقوا بالمناصب نتاعهم اكيد مهم ما ما كانش قاعده احتياطيه وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله ما طولت عليكم في الموضوع ما تنساوش جيم بارطاجي قناه باش يوصلك كل جديد تهلاو في رواحكم سلام